كلنا بنحلم ببشرة صافية وكلها حيوية ونضارة وشكلها جميل، وعشان نحقق ده معانا النهاردة دكتور دينا أبو السعود اللي هتكلمنا عن كريم بينكي علشان تكون بشرتنا زي النجوم. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك يا منال. عاملة إيه؟ الحمد لله يا حبيبتي. إزاي بقى كريم بينكي بيحل مشاكل البشرة المختلفة؟ كريم بينكي فعلا بيقدر يحل مشاكل كتيرة جدا. ازاي؟ كل مكوناته طبيعية ومليان فيتامينات، مليان معادن، مليان احماض امينية، مليان مستخلصات تقدر تقضي على التصبغات، مستخلصات طبيعية كلها. وده اللي بيميزنا في كريم بينكي، ان بمكوناته نقدر نقضي على التصبغات اللي هتكثر قوي في الصيف، واحنا داخلين على الصيف دلوقتي. النمش الاكسس والزياده عن اللزوم، الهالات السوداء، تصبغات ناتجه عن الشمس، حتى كلف الحمل بيقدر يقضي عليه. كريم بينك كمان بيقدر يحارب التجاعيد الخفيفه، التجاعيد السطحيه، لان التجاعيد العميقه على طول بقول لا غنى عن الفيلر والبوتوكس، لكن طبعا كريم بينك يعني ما بيتعارضش خالص مع الحق. التجاعيد الخفيفه اللي بتطلع مع الضحكه هنا حوالين البق، بنات وستات والرجال اللي بيشربوا سجاير ساعات، او الستات عامه عندهم كرمشه هنا بيقدر يقضي على الكرمشه. بنات كتير عندها اسمرار هنا بيقدر يقضي تماما على الاسمرار، ويقدر يعمل فيس ليفتنج. ازاي؟ بسر تركيبته وبمكوناته يا منال. حلو قوي. ايه المكونات اللي بتوصلنا للنتائج اللي انت بتقولي عليها دي؟ من اهم المكونات هبتدي النهارده بمكون مهم جدا جدا، مكون اسمه الساليسين. ايه الساليسين ده؟ يمكن ناس كتير مش عارفه ايه الماده دي. الماده دي اللي بتقدر تعمل لي تقشير من غير اي اعراض جانبيه. مواد كتيره جدا في الماركت بتعمل تقشير، واحيانا بتعمل التهابات وجفاف كبير جدا في البشره. ماده الساليسين تقدر تشيل لي كل الخلايا الميته، تعمل لي تقشير، تشيل التوكسنز، تشيل السموم والشوائب، وبالتالي بتحفز على انتاج خلايا جديده، وبالتالي بتحفز على انتاج الكولاجين. انت كده بتحفزي، اول ما بتشيلي الخلايا الميته والخلايا اللي مش نظيفه بتحفزي تاني على انتاج الكولاجين. فلازم اقول ان من اهم المكونات الطبيعيه داخل كريم بينكي اللي بتقدر تفتح وتديني نضاره حلوه قوي هي ماده الساليسين. طبعا عندي ماده العرق السوس او مستخلص العرق السوس، ده منبع التفتيح وكله مضادات اكسده. عندي مستخلص التوت البري. التوت البري هايل لانه كل فيتامينز، التوت البري نفسه مليان فيتامين سي. يمكن في منتجات موجوده في السوق التجميلي يعني معتمده بس على فيتامين سي، من كتر ما فيتامين سي مهم جدا للبشره. فيتامين سي بينشط لي الدوره الدمويه، فيتامين سي بيحفز لي على انتاج الكولاجين. فانا عندي كمان مستخلص التوت البري، عندي مستخلص الشاي الاخضر برضو من اهم المكونات، لان مستخلص الشاي الاخضر انتي اوكسيدنت، مضاد للاكسده، فبيحارب شيخوخه الجلد. عندي طبعا حاجات ترطيب مهمه قوي قوي، لان كتير مننا بينسى يشرب ميه، وكتير مننا بشرته جافه، زي زبده الشيا وزبده الكاكاو. هم دول اهم المكونات موجودين داخل الكريم اللي انا بعتبره من اهم الكريمات اللي موجوده حاليا في السوق التجميلي في مصر، اللي هو كريم بينكي. طب دينا، هل في اي بشره فيها اي موانع انها تستخدم كريم بينكي؟ اي بشره لا، يعني هو طبعا كريم بينكي مينلي فور سنسيتيف سكين، هو متصنع عشان اصحاب البشره الحساسه. فكريم بينكي ينفع لحوالين العين، حوالين العين حساس جدا ما ينفعش نحط فيه اي حاجه، بس بقول احنا نستخدم كريم بينكي حوالين العين هيديني نضاره حلوه قوي تحت العين، هيفتح لي تحت العين ويعالج الهالات السوداء. كريم بينكي كمان مناسب جدا للبشره الدهنيه، لان يمكن البشره الدهنيه ساعات كتير بتستخدم كريمات بتدي نتيجه لبشرات تانية، تيجي عند بشرتها تعمل لها حبوب. ليه؟ لان بيبقى كله سيبم، واي كريم بتستخدمه في اويلز بيديها حبوب. فانا بقول لكل اصحاب البشره الدهنيه من الستات اللي بتتفرج عليا لازم تستخدم كريم بينكي، لانه في مستخلص الشاي الاخضر، فباستخدام كريم بينكي من نفسها هتلاقي الحبوب اللي موجوده في بشرتها بتقل. واكيد مناسب للبشره المختلطه والبشره العاديه كمان. عظيم. طيب ايه الطرق الصحيحه لاستخدام كريم بينكي؟
طريقته سهله جدا، احنا بنستخدمه مره الصبح ومره بالليل. طبعا بغسل وشي بالغسول بتاعي، وعلى بشره نظيفه بنقط هنا، بنقط تحت العين، طبطبه من بره لجوه. زي ما انا قلت البنات اللي عندها اسمرار هنا، ما ننساش طبعا منطقه الرقبه، وبعمل مساج من تحت لفوق والرقبه من تحت لفوق. يمكن بنات كتير وستات بتعاني من 111، فبرضو ما ننساش الحته دي. وبيستخدم وبنزل بيه. عايزه احط واقي شمس الصبح، بستخدم واقي الشمس قبل كريم بينكي، وبستخدم كريم بينكي. هرجع من بره برضو قبل ما انام بغسل وشي وبستخدمه، فهي مره الصبح ومره بالليل. ونتيجته بتبان بعد ايه يا دينا؟ طبعا نضاره اون ذا سبوت، يعني هو اوريدي مليان فيتامين سي ومستخلصات بتنشط لي الكولاجين، بشوف نضاره على طول. من اول اسبوع ببتدي احس ان وشي كان غامق من السموم والشوائب بيبتدي يتفتح. لو هتكلم بقى عن التجاعيد الخفيفة البسيطة والتصبغات، أنا بشوف تحسن من أول شهر، وكل شهر أكيد هشوف تحسن عن الشهر اللي قبليه. ويوميا لازم أستخدم كريم بينكي. يوميا لازم نستخدمه مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. مره الصبح ومره بالليل. نجيبه منين كريم بينكي؟ كريم بينكي مهم قوي اقول ان طريقه الحصول سهله جدا. خلاص احنا طبعا فرشنا في جميع الصيدليات، بس في ناس كتير مش عايزه تنزل من بيتها، يعني عايزين الحاجه توصل لهم لحد البيت. عندنا رقم على الشاشه، ده رقم شركه ميرتي المنتجه لكريم بينكي، بنقدر نتكلم عن طريق الرقم اللي ظهر على الشاشه اي وقت، مش وقت الحلقه بس. وعندنا مناديب بتوصل لحد باب البيت كمان ايا كانت المحافظه. طيب انت قلتي لي قبل ما نبتدي ان في اوفر او عرض علشان احنا في شهر عيد الام. ايوه صح. ايه بقى العرض ده؟ في عرض حلو قوي. طبعا انا على طول بقول ان كريم بينكي سعره حلو جدا وسعره مناسب لكل طبقات المجتمع، وشركه ميرسي عامله عرض لشهر مارس خصم 20%، فاتمنى ان كل الناس تقدر تستفاد بالعرض اللي شركه ميرسي عاملاه. تاريخ الصلاحيه قد ايه؟ 3 سنين. 3 سنين، يعني الخصم استفيدوا بيه ال 20%، ده هاتوا 2 3 4 كده للثلاث سنين الجايين. شكرا دكتوره دينا ابو السعود على وجودها معانا. ودلوقتي خلونا نروح لفاصل ونرجع لكم تاني.